بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هيكون فيها متابعة حية على استعدادات الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، المباراة بإذن الله اللي تقرر إقامتها في مساء اليوم حوالي الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي. مباراة هامة جدا في إطار وسلسلة مباريات الأهلي في المرحلة الأخيرة من الدوري العام، 10 مباريات متبقية. مواجهة مودرن سبورت اليوم، لقاء كأس مصر المؤجل يوم الجمعة مع الألمونيوم، ثم مواجهة حاسمة وفاصلة مع فريق بيراميدز يوم الاثنين المقبل. حلقة النهاردة يكون فيها كواليس وآخر الاستعدادات وكواليس الفريق في فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، القائمة، التشكيل المتوقع، الأرقام، لغة الأرقام مهمة جدا وإحنا بنحلل فريق مودرن سبورت قبل مواجهة النادي الأهلي. هل المواجهة صعبة؟ هل الأرقام بتدي دلالة إن المواجهة ممكن تكون سهلة أو متوسطة؟ كل ده بالتأكيد هنناقشه النهاردة في إطار فقرات برنامج الترند. كمان هنتكلم على آخر التطورات المتعلقة بإمكانية استئناف واستكمال وختام مسابقة كأس مصر في نهاية شهر أغسطس المقبل بعد نهاية الدوري. إيه الأسباب؟ هل في مستجدات بشأن استكمال كأس مصر ونهاية المسابقة في فترة وجيزة وقصيرة جدا مع نهاية شهر أغسطس؟ كل ده بالتأكيد هنتناقش فيه ونتكلم فيه بشأن الفترة اللي جاية والمستجدات اللي طرأت على الساحة بشأن مسابقة كأس مصر. كمان هنتكلم على فكرة كأس السوبر الإفريقي، آخر التصريحات وآخر التعليمات اللي صدرت من المتحدث الإعلامي بشأن ملعب المباراة، متى يتم اتخاذ القرار، هل هناك بالفعل لجنة ستزور الملاعب خلال الساعات القادمة كما أعلننا قبل 48 ساعة هنا من برنامج الترند. كل التفاصيل دي بالتأكيد كمان هنتكلم فيها في حلقة النهاردة. وكمان هنستعرض حكام مباراة اليوم ما بين الأهلي ومودرن سبورت، والنهاردة عندي أرقام مهمة جدا متعلقة بطاقم تحكيم لقاء اليوم، وأكيد هيكون فيها دلالة مهمة جدا على الحكام المفضلة لدى لجنة الحكام بقيادة بيريرا. حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة، ولكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة. وسؤال النهاردة عايز أسألكم على توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري اليوم، توقعاتكم للنتيجة ومين ممكن يسجل الأهداف. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير هستعرض توقعاتكم على نتيجة اللقاء ومين ممكن يكون سعيد الحظ في تسجيل أهداف هذا اللقاء، لا سيما إن كل مباريات الأهلي ومودرن سبورت الحمد لله لم يخسر الأهلي فيها أي لقاء، كل المباريات انتهت بفوز الأهلي أو على الأقل كان تعادل ما بين الفريقين. لكن نبدأ دلوقتي ونروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يواجه مودرن سبورت. وفي الترند المحلي، المنتخب الأولمبي يواصل الاستعداد لمواجهة العراق وديا. وفي الترند العالمي، أخيرا ريال مدريد يقدم صفقته الجديدة كيليان مبابي، صفقة من العيار الثقيل فورفري. هل تتخيلوا النجم الفرنسي انتقل من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد بدون أي مقابل مالي؟ أكيد صفقة مدوية. النهاردة كان يعني حفل تقديم اللاعب في ملعب سانتياغو برنابيو، أكيد هيكون إضافة قوية جدا للفريق الملكي في المسابقات القادمة، لا سيما أيضا منافسات مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية 2025. طيب نبدأ مع بعض مباريات اليوم، والنهاردة يمكن هي المباراة الوحيدة اللي هنستمتع بيها إن شاء الله في مساء اليوم وفي السهرة. الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 17 مع مودرن سبورت في لقاء يقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9 مساء. مشاهدة ممتعة، ونتمنى بإذن الله يكون الأهلي موفق في اقتناس الثلاث نقاط نحو الصدارة والمنافسة مع بيراميدز على صدارة الدوري في الفترة المقبلة. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. طيب عندي تفاصيل متعلقة بمواجهة الأهلي مع مودرن سبورت الليلة الساعة 9 في استاد القاهرة الدولي. على فكرة الماتش ده ماتش صعب جدا، ويوعى حد يتخيل إن مباريات الأهلي المتبقية في الدوري مباريات سهلة، كل المباريات صعبة. والجد هيبدأ من النهاردة. ليه بقى؟ ماتش مع فريق رابع الدوري. ماتش مع فريق هو تاني أقوى خط دفاع في الدوري بعد بيراميدز.
لدرجة أن طبقا للغة الأرقام في جدول الدوري عدد الأهداف اللي مني بيها مرمى فريق مودرن سبورت أقل من عدد الأهداف اللي دخلت مرمى الأهلي. يعني الأهلي دخل مرمى 22 هدف، مودرن سبورت دخل مرمى 21 هدف. فهنا لازم تحط مليون علامة استفهام وتحط هنا اعتبارات مهمة جدا، أن المباراة دفاعيا أمام فريق قوي زي مودرن سبورت هتبقى المباراة صعبة. بالإضافة لكده بيقود الفريق مدرب ليه تاريخ كبير جدا في مباريات الدوري وليه صولات وجولات مع العديد من الأندية ونتائجه معروفة للجميع، هو الكابتن طلعت يوسف. فهنا المباراة مش سهلة، محدش يتخيل المباراة اللي جاية بما فيه مباراة النهاردة مباراة سهلة، مباراة صعبة جدا، والأهلي هيتعامل مع المباراة دي على أنها مباراة كؤوس. وزي ما أكدت لحضراتكم لما تبص كده على جدول الدوري تلاقي مودرن سبورت في المركز الرابع في الدوري دخل مرمى بس 21 هدف، بيراميدز دخل مرمى 20 هدف، الأهلي دخل مرمى 22 هدف. ففريق دفاعيا واقف على رجله كويس جدا، فريق كتعادلات وكنتائج إيجابية في الدوري، لا نتائج إيجابية كويس جدا. مودرن متعادل في الدوري 11 لقاء، كسب، احنا بنتكلم على عدد مباريات جيد جدا، يعني بنتكلم على 12 مباراة كسب 12 مباراة اتعادل 11 لقاء، يعني في 23 مباراة من أصل 29 مباراة ما خسرش. وده بيدي دلالة ان كمان طبقا للأرقام دي فكرة انك تكسب مودرن سبورت امر مش سهل، محتاج شغل كتير، محتاج جهد كبير، محتاج تركيز اكتر. فالمباراة دي انا شايفها ممكن تكون اصعب من مواجهه بيراميدز اللي اتلعبت الاسبوع الماضي والاهلي كسب 3-2. باللغه الارقام اللي انا شايفها لا، ماتش صعب جدا، ماتش مش سهل. انت الماتشات اللي جايه كلها كمان هتبقى اصعب، هتلعب سيراميكا، هتلعب المصري، هتلعب البنك الاهلي، فالماتشات مش سهله، ماتشات رخمه بلغه الكوره يعني. فماتش مودرن سبورت بالارقام اللي قلتها دي لا، لازم تحط في حسبانك ان الماتش ده النهارده هيبقى صعب جدا، محتاج تركيز شديد جدا. فريق كمان عنده خبرات افريقيه، يعني فريق مودرن سبورت وصل لمرحلة الدور للكوارتر فاينل وكان بيلعب الزمالك اللي فاز بالبطولة، والماتش ما كانش سهل، الزمالك في المباراتين دخل في مرمى أهداف، فالماتش ما كانش سهل. وبالتالي أنا شايف إنها مباراة صعبة جدا. الأهلي حاليا في المركز الثاني 60 نقطة من 24 مباراة، مودرن سبورت 47 نقطة من 29 مباراة، وبالتالي نقدر نقول النهاردة المباراة دي مش هتبقى سهلة. الأهلي بيتفوق هجوميا زي ما استعرضنا الأرقام الدفاعية والخطوط الدفاع في الفرقتين، دفاع مودرن أقوى بالأرقام، ولكن على مستوى الهجوم لا، الأهلي هجوميا أقوى بكتير. الأهلي سجل في الدوري حتى الآن 57 هدف، أقوى خط هجوم في الدوري، مودرن سبورت 31 هدف. فبرضو ده بيديك دلالة أن المباراة هتبقى قوية جدا في التلت الهجومي بتاع النادي الأهلي، وهو في التلت الدفاعي بتاع فريق مودرن سبورت. المكان ده هيبقى فيه منافسة قوية، أقوى خط هجوم مع تاني أقوى خط دفاع في الدوري العام، فماتش مش هيبقى سهل. نتمنى يا رب النادي الاهلي يكون موفق في هذا اللقاء. يمكن قائمه الفريق هي لا بتعلن بشكل رسمي، ولكن طبقا للي نشر امبارح والمعلومات اللي عندنا النهارده هيكون متواجد محمود عبد المنعم كهربا في القائمه، بيرسي تاو عاد للقائمه بعد فتره طويله جدا من الاصابه، الجهاز الفني فضل ان عمر كمال عبد الواحد يعني محتاج يريح شويه لسه ما يخشش المباريات، ما دخلش لسه اي تقسيمه ومران جماعي، يمكن اكتفى الجهاز الطبي ان عمر كمال يعني يتمرن في الجيم في اليومين اللي فاتوا، وبالتالي فرصة انه يكون متواجد النهارده في القائمة كان الجهاز الفني والطبي شايفها صعبة شوية، لأن الإصابة أو مش الإصابة، هي مش إصابة عضلية، المرض اللي تعرض له في يوم مباراة بيراميدز وخروجه من المعسكر، أنت بتتكلم على نزلة معوية، فأنت بتاخد علاج، بتاخد مضادات حيوية، أكيد كل ده بيهمد الجسم بنسبة كبيرة، فحالة اللاعب بدنيا ممكن ما تكونش مؤهلة لخوض لقاء مودرن سبورت زي النهاردة. فبالتالي خروج عمر كمال، محمود متولي مش موجود في القائمة، احمد عبد القادر حسب معلوماتنا برضو مش موجود في القائمه. هنحاول نطمئن النهارده لو في معلومات جديده بشان عبد القادر، هل لا قدر الله يكون في اصابه حدثت في التدريب الاخير بالامس، ولكن النهارده القائمه بتشهد عوده محمود كهربا، عوده بيرسيتاو، اضافات مهمه جدا في تشكيله فريق النادي الاهلي. موجود محمد هاني، خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الايمن، عندك كريم فؤاد متالق بشكل كبير جدا في مركز الظهير الايسر، في النهارده اكرم توفيق، في مروان عطيه، في محمد مجدي قفشه، في امام عاشور، عمرو السوليه بيواصل غيابه عن المباريات نتيجه الاصابه اللي تعرض لها في عضله السمانه، ويمكن حسب التقارير الوارده بشان اصابه السوليه احنا بنتكلم في فتره ممكن تبعد السوليه عن نهايه الموسم او حتى نهايه الموسم بالنسبه لمباريات الدوري العام، لكن كلنا ثقه في كل لاعبي النادي الاهلي اللي موجودين النهارده في التشكيله الاساسيه او موجودين على دكه البدلاء، شناوي، مصطفى شوبير، وسام ابو علي، كل اللعيبه بلا استثناء ان شاء الله النهارده ربنا يوفاهم
في المباراة اللي هتبقى بالتأكيد مباراة صعبة جدا جدا جدا. طيب تعال بقى نروح لطاقم حكام مباراة اليوم. النهاردة المباراة هيديرها طاقم تحكيم دولي بقيادة الحكم الدولي الكابتن محمد عادل، معاه مساعد أول الحكم الدولي المساعد محمود أبو الرجال، المساعد الثاني الحكم المساعد الثاني سامي هلهل، والحكم الرابع حكم الدرجة الأولى إبراهيم محمد، وحكم تقنية الفار الكابتن محمود بسيوني، ومساعد الفار الاي فار الكابتن شريف عبد الله. دول حكام مباراة النهاردة. ولكن تعالوا النهاردة كده احنا عاملين حاجة جديدة، بنتكلم على إحصائية رقمية على حكام مباراة النهاردة، واحنا خلاص بنقترب من نهاية الدوري. احنا النهاردة اتلعب في الدوري حوالي 30 اسبوع، ماتش الأهلي ومودرن سبورت ده مباراة مؤجلة من الجولة ال 17، فبنتكلم النهاردة بمباراة الأهلي ومودرن سبورت، هيكون يعني بنتكلم في 30 مباراة في الدوري العام، لأن النهاردة أكيد هيكون الأهلي 25 مباراة ولسه ليه 5 مباريات مؤجلة، ومودرن سبورت هيوصل ل 30 مباراة زي باقي فرق الدوري اللي وصلت ل 30 مباراة. ولكن لما نشوف حكام النهاردة، كل حكم لعب كام مباراة؟ وكل حكم أدار كام مباراة في الملعب؟ وكم مباراة في الفار؟ بصوا الأرقام دي، ويمكن دي أرقام وإحصائية خاصة ببرنامج الترند. كابتن محمد عادل منذ بداية الموسم حتى الآن تواجد في 18 مباراة في الدوري، أدار كحكم ساحة 8 مباريات بس، 8 مباريات فقط كحكم ساحة، وعلى تقنية الفار كان 10 مباريات حكم فار. محمود أبو الرجال 16 مباراة، 12 مباراة كحكم مساعد في الملعب زي النهاردة كده، وإيفار 4 مباريات. طيب نروح للكابتن سامي هلهل، 16 مباراة إجمالا، 11 مباراة كمساعد في الملعب، وخمس مباريات إيفار، خمس مباريات إيفار لأنه مساعد، فبيبقى إيفار زي زو أبو الرجال. أبو الرجال 4 مباريات إيفار، وسامي هلهل 5 مباريات إيفار، فبالتالي أبو الرجال 16 مباراة وسامي هلهل 16 مباراة، الاثنين نفس عدد المباريات، ولكن كل واحد بتفوق في جزئية عكس التاني. تعالوا بقى عند الكابتن إبراهيم محمد، وهنا أنا هطرح سؤال وأعمل مليون علامة استفهام. تخيلوا الكابتن إبراهيم محمد حكم درجة أولى 29 مباراة في الدوري، يعني النهاردة بالمباراة النهاردة هيبقى 30 مباراة، يعني الراجل ده الحكم كابتن إبراهيم محمد مفيش أسبوع واحد قعد في البيت، مفيش أسبوع واحد قعد في البيت، عمل رقم قياسي غير طبيعي السنة دي في الدوري رغم انه مش حكم دولي. ايه الاسباب؟ انا مش عارف. هل بيتم اعداده للقائمه الدوليه؟ برضه سؤال، بس هيخش القائمه الدوليه مكان مين؟ هل مكان ابراهيم نور الدين؟ برضه مش قادر اعرف الاسباب. هل في اسماء تانية هتبقى منافسه لابراهيم محمد؟ مش عارف. ولكن الرقم ده انا بقول لكم النهارده ابراهيم محمد هو 29 مباراه، بماتش النهارده هيكون 30 مباراه. ال 30 مباراه بقى توزيعتهم كانت ازاي؟ 21 مباراه حكم رابع، يعني النهارده هي المباراة رقم 22 حكم رابع، يعني الكابتن إبراهيم محمد متخصص كحكم رابع 22 مباراة، رقم غريب جدا وكبير جدا مش عارف ليه. طيب أدار كم مباراة في الملعب؟ 8 مباريات ساحة، يعني زيه زي محمد عادل اللي راح تصفيات كاس عالم وحكم في كاس الأمم ووصل لمراحل النهائية في كاس الأمم. ماشي. محمود بسيوني 23 مباراة، 10 مباريات حكم ساحة، 13 مباراة حكم فار. شريف عبد الله 13 مباراة في الدوري، 12 مباراة حكم مساعد في الملعب، والنهارده هتكون تاني مباراة ليه إيفار، يعني هو عنده مباراة واحدة إيفار، النهارده هيكون تاني مباراة ليه إيفار. دي أرقام النهارده بنستعرضها لعدد المباريات اللي أدارها حكام مباريات اليوم أو مباراة اليوم ما بين الأهلي ومودرن سبورت. ارجعوا لي كده يا جماعة، بعد ما استعرضنا الارقام دي وسيبنا الارقام قدامكم على الشاشه عشان يبقى فيها دلاله والناس تبص كده على الارقام وتشوف الفوارق ما بين الحكام في عدد المباريات. محمد عادل اللي تصفيات كاس عالم وكاس امم ومباريات نهائيات في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه بعدد المباريات دي، لما نبص لابراهيم محمد بعدد المباريات دي. انا عايز اقول لكم انا عندي احصائيه لكل حكام الدوري السنه دي، كل حكام الدوري السنه دي، ويمكن الاحصائيه رسميه ومعتمده وجات لي من قلب اتحاد الكورة. الحكام اللي كانوا في كاس الأمم وحكموا تصفيات كاس عالم في الفترة الأخيرة مبارياتهم بالمقارنة بحكام الدرجة الأولى أقل بكتير، وده يدل على شيء، بيدل إن احنا داخلين على خناقة كبيرة جاية على القائمة الدولية، لأن معيار من المعيار اللي ممكن يتم استخدامه لاختيارات القائمة الدولية عدد المباريات والتقييمات الفنية. إبراهيم محمد 30 مباراة، منهم 22 مباراة حكم رابع، 8 مباريات في الملعب،
مليون علامة استفهام. ليه وعشان إيه؟ أكيد ده سؤال بنوجهه للجنة. حاجة تالتة قبل ما أطلع لفصل، احنا خلاص على أعتاب المشاركة في مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي البطولة المستحدثة بمشاركة 32 نادي. الحملة الدعائية لبطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية انطلقت بشكل رسمي، وابتداء من الأمس واليوم وفي الأيام المقبلة حتى موعد انطلاق البطولة يوم 15/6 هنبدأ نشوف فيديوهات ترويجية وإعلانات دعائية لهذه البطولة من كل الأندية المشاركة عبر السوشيال ميديا وصفحاتها الرسمية طبقا لما هو مقرر مع الاتحاد الدولي بشكل الإعلان الدعائي والإعلانات الترويجية لبطولة الأندية. تعالوا نشوف النهاردة النادي الأهلي لما حب يبدأ هذا أو هذه الحملة الترويجية للبطولة، اتكلم النهاردة ونشر من خلال الحساب الرسمي للنادي الأهلي فيديو قصير جدا أهلا ومرحبا بمونديال الأندية. نطلع نتابع ثم نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نستكمل باقي فقرات برنامج الترند. طيب، من الحاجات الغريبة اللي شفتها في الساعات الأخيرة وأنا بتصفح كده وأشوف الأخبار الجديدة وانت عارفين الساحة الرياضية في مصر يعني كل ساعة جديد، بس كل ساعة جديد مش خبر حلو كده وموضوعات قروية تتناقش فيها، لا لازم تلاقي مصيبة لازم تصطدم بيها أو كارثة إدارية أو معلومة جديدة فيها مشكلة. إحنا هنخلص الدوري على بركة الله، يعني إذا خلصناه 18/8 يبقى كويس جدا، لأن أنا سبق هنا وقلت إن بيراميدز هيلعب الدور التمهيدي الأول في دوري أبطال إفريقيا، لأن بيراميدز السنة دي مش مصنف ضمن أفضل الأندية اللي هيتم إعفائها من المشاركة في الأدوار التمهيدية، وبالتالي بيراميدز اللي هيكون مرتبط بآخر جولتين في الدوري يوم 14/8 و18/8 هتتأجل له الماتشات دي، لأنه هيضطر يلعب دور تمهيدي في الفترة من 17 ل 24/8. يوم 17/8 هيلعب مباراة خارج مصر ولقاء العودة هنا في القاهرة يوم 24/8، وبالتالي آخر جولتين في الدوري غالبا هيكون فيهم قرار بالتأجيل، ولكن أكيد رابطة الأندية مستنية تشوف شكل المنافسة ما بين الأهلي وبيراميدز في الأسابيع اللي جاية، عشان لو فضلت المنافسة مستمرة لآخر جولتين مش هيبقى التأجيل لبيراميدز بس، هيبقى لبيراميدز وللأهلي. فإحنا بنتكلم على الدوري بدل ما يخلص 18/8 هنزق شوية وممكن نوصل للأسبوع الأخير في 8، ولكن قيس فجأة يطلع النهاردة مسؤول في اتحاد الكورة يقول للمواقع والأخبار إحنا بنفكر نستكمل كأس مصر ونلعب كأس مصر بعد نهاية الدوري خلال العشر أيام الأخيرة من شهر 8 عشان نخلص الكأس يوم 29/8. يا سلام، بصوا الخبر النهاردة هو على القاهرة 24، وبنشكر الزملاء في القاهرة 24 على الخبر ده أكيد، لأنه أكيد هيبقى فيه ديبيت وحوار مهم جدا الفترة اللي جاية. انت اولا عايز تخلص الكاس عشان الفيفا في كل سنه بيقول لك ما تفتحش القيد الا لما تخلص المسابقات المحليه الدوري والكاس، وده موضوع بيحصل بقاله 3-4 سنين، كل شويه تبعت للفيفا بطلب استثناء، انا خلصت الدوري عندي مشكله في الكاس فاستاذنك افتح القيد، فالفيفا بيوافق. هل السنه دي هيوافق؟ معلومات ان الفيفا هيوافق، ما عندوش مشكله، ولكن الاتحاد عايز يخلص الكاس، هو ما عندوش غير البطوله دي، بس انت بتسيب البطوله بتاعتك للمراحل الاخيره ومش عارف تعمل فيها ايه، وبتخلي كاس الرابطه هو اللي يتلعب، وهنا ما تعرفش هو مين اللي بيبقى صاحب القرار الاعلى، الرابطه ولا الاتحاد. هو الاتحاد ما عندوش غير مسابقه وحيده هي مسابقه كاس مصر، جت مسابقه كاس الرابطه دمرت مسابقه كاس مصر، رغم ان مسابقه كاس مصر هي المؤهله على المستوى القاري مش بطوله الرابطه، ولكن العمليه عندنا في مصر انتوا عارفين الكره المصريه الامر فيها معكوس شويه. النهارده مسؤولي المسابقات في رابطه الانديه قال ان الدوري هيخلص 18/8، ولكن اتحاد الكوره عايز يخلص الكاس في الفتره من 19 ل 29/8. طب ماذا لو فضلت المنافسه ما بين الاهلي وبيراميدز لغايه اخر جولتين في الدوري، وبيراميدز هيتاجل له اخر جولتين وبالتبعيه هيتاجل الاهلي اخر جولتين عشان بيراميدز مسافر وعنده ماتشات دوري التمهيدي في دوري الابطال، فانت هتلعب الكاس ازاي قبل يوم 29؟ وبعدين الكاس لغايه دلوقتي هيكون انتهى في دور ال 32، بيراميدز امبارح كسب النصر، الزمالك لسه هيلعب مع بروكسي، الاهلي هيلعب مع الاهلي يوم الجمعه، فانت ال 32 خلصت منه، لسه عندك دور ال 16 ودور الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل، دول اربع مراحل. لو هتلعب المباراه دي كلها في يوم واحد ما عنديش مشكله، اوكي،
ادي اربع مباريات، هتلعب اربع مباريات في 10 ايام؟ استحاله. هنلعب كل 48 ساعه مباراه يعني؟ ده استحاله. ثانيا، في انديه هتاخد قرارات الفتره اللي جايه في مساله انتقالات وصفقات بالنسبه للموسم الجديد، فاكيد مع نهايه الدوري لو الدوري اتحسم مثلا يعني في لعيبه ممكن تخرج على سبيل الاعاره، لان في دوريات عايزه لعيبه هنا في الدوري المصري ولازم تنتقل قبل نهايه شهر 7 عشان الترانسفير اللي موجود بره عكس اللي موجود هنا. فادي مشكله هتقابل اتحاد الكوره، ازاي هتعمل مسابقه كاس والانديه بتسيب لعيبتها عشان تنتقل وجايه لها فلوس عشان تستعد للموسم الجديد وتشتري لعيبه تانية. ادي واحد. اتنين، القيد الافريقي يا جماعه عشان اقدر اشارك في بطوله افريقيا في شهر 9، سيبك من بيراميدز خلاص، بيراميدز قبل يوم 20، النهارده كام؟ النهارده 16/7، يعني بقى اربع ايام. بيراميدز هيسجل قائمته المحليه الحاليه في القائمه الافريقيه عشان يلعب دور التمهيدي في شهر 8. ولكن الاهلي عشان يلعب دور تمهيدي في شهر 9 مع بطل كينيا او بطل جنوب السودان لازم يسجل قائمته الافريقيه قبل 31/8. الناس تقول لي ده ماتش بطل كينيا وجنوب السودان مش حوار يعني، اوكي، بس انا عندي مباراه اهم هلعب مع الزمالك يوم 27/9، والقائمه الافريقيه اللي هسجلها 31/8 دي اللي هلعب بيها السوبر الافريقي في 27/9 في الرياض. وبالتالي لما يخلص الدوري محتاج على الاقل اسبوع 10 ايام اظبط القائمه بتاعتي، مين هطلعه ومين هضيفه مين هعيره ومين هايده، عشان القائمه دي هي اللي على اساسها هلعب بيها دور التمهيدي الثاني في شهر 9 ولقاء السوبر امام الزمالك. لما تخلص الكاس 29/8 هتديني 48 ساعه عشان اخلص كل ده في القيد على السيستم ازاي؟ ولو السيستم المحلي ما فيهوش مشكله، سيستم الكف ما فيهوش هزار، يوم 31/8 الساعه 12 بالليل هيقفل وهيفتح من اول 9 عشان دور المجموعات، اللعيبه اللي هتلعب بقى من شهر 10، فما فيهاش هزار يا جماعه، في قيد وفي مواعيد. ازاي هتخلص الكاس في الفتره دي؟ ادي مشكله ثانيه او مشكله ثالثه. يبقى مواعيد ماتش بيراميدز في دور التمهيدي ادي مشكله، والدوري هيتاجل لو فضلت المسابقه والمنافسات مستمره. مواعيد مسابقه الكاس هتبقى ازمه عشان الصفقات واللعيبه والانتقالات والقيد. والحاجه الثالثه، القيد الافريقي 31/8، يبقى الكاس ايه اللي يتلعب في 10 ايام؟ وهتجيب مواعيد منين؟ هتلعب الانديه كل 48 ساعه؟ فانا ما اعرفش الناس في الاتحاد بتفكر ازاي والناس في الرابطه بتفكر ازاي، ولكن عموما هو ده تفكيرهم وهي دي طموحاتهم، ولكن الطموحات حاجه والواقع حاجه تانية خالص. هل هم عايزين يخلصوا الكاس في التوقيت ده عشان كاس السوبر المصري للانديه الابطال اللي هيتلعب في الامارات في الفتره من 1 ل 7 اكتوبر، وده الميعاد اللي قلناه هنا وانفرضنا بيه هنا؟ برضو الله اعلم. المشكله ان محدش في الاتحاد بيطلع يعلن التفاصيل دي، يعني ما فيش كده معلومه. فكره ان تبقى فيه شفافيه ومعلومات متاحه لكل وسائل الاعلام ما بقتش سهله زي الاول، او هي حتى ما بقتش سهله خالص زي زمان. الناس بتقعد بقى تسال وتتقص وتسال وتتكلم، ومصدر يقول ومصدر ينفي، لكن احنا هنا بنحاول قدر الامكان نحط الصوره كامله امام حضراتكم، نضع كافه المعلومات امام حضراتكم وامام المسؤولين كمان، لعل وعسى لو مسؤول بياخد قرار ومش الرؤيه واضحه قدامه يبقى سمعنا ويبقى عملنا اللي علينا، لان احنا في النهايه هنا بنقدم رساله، بنقدم معلومه، والحمد لله ما بنقدمش معلومه غلط. حاجه تانيه، نطلع فاصل؟ طب كويس جدا، ماشي، نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع، لسه عندي موضوعات مهمة جدا في باقي فقرات برنامج الترند. طيب هنتكلم كمان على موضوع السوبر الإفريقي، مباراة الأهلي والزمالك يوم 27/9. كلام كتير، الناس بتحاول تقترب شوية من تفاصيل ملعب المباراة، هل المباراة تم تحديد إقامتها على ملعب الكينج أرينا، ملعب الأول بارك، ممكن يكون في ملعب أكبر في الرياض؟ يمكن بالأمس كانت في تصريحات للمتحدث الإعلامي للاتحاد الإفريقي لوكس ستامبر، ويمكن لوكس يمكن ما حددش بشكل رسمي ملعب المباراة اللي هيستضيف لقاء القمة الإفريقية والعربية بين الأهلي والزمالك. وحسب معلوماتي إن لغاية اللحظة دي لسه في مشاورات ما بين المسؤولين في الاتحاد الإفريقي لاختيار ملعب من الملاعب المطروحة في الرياض، والاتحاد الافريقي بيفكر في اكبر سعه جماهيريه، بيفكر في ملعب فيه كل الامكانيات المتاحه لاستضافه مباراه الاهلي والزمالك. عموما زي ما قلت الحلقه اللي قبل اللي فاتت، مش هيتحدد مكان الملعب دلوقتي، لسه قدامنا ايام قليله جدا قبل نهايه هذا الاسبوع او خلال الساعات القليله المقبله هيتحدد الملعب بشكل رسمي. ولكن
تسهيلات سفر الجماهير. الكاف بيعكف بشكل كبير جدا على هذه الإجراءات، إزاي يبقى فيه سفر للجماهير من كل مكان في العالم لحضور هذا اللقاء في الرياض. طاقم حكام هذه المباراة ممكن يتحدد إمتى؟ حاليا في معسكر للحكام المحترفين، ويمكن المعسكر اللي مقام حاليا هو اللي على أساس هذا المعسكر هيتم تحديد من خلاله حكام مباراة الأهلي والزمالك. معلومة دي يمكن جديدة شوية لحضراتكم، لسه المباراة باقية عليها شهرين، والناس تقول لي بدري قوي تعيينات حكام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك دلوقتي. أنا متفق معاك، ولكن أنا بقول لكم على معلومة، الاتحاد الإفريقي عامل معسكر حاليا للحكام المحترفين، وعدد الحكام المحترفين يعني في حدود حوالي 14-15 حكم ساحة. هؤلاء الحكام اللي موجودين دلوقتي في معسكر بإحدى دول غرب إفريقيا هيتم اختيار حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من بينهم. أي حكم خارج هذه القائمة لن يدير مباراة الأهلي والزمالك. مين قائمة الـ15؟ في حلقة بكرة بإذن الله هعلن لحضراتكم الـ15 حكم اللي حاليا الاتحاد الإفريقي عامل لهم معسكر مغلق ومعسكر للبروفيشنال، عشان على أساس هذا المعسكر هيتم اختيار حكم مباراة القمة يوم 27/9. إذن الجديد اللي عندنا النهاردة في مباراة السوبر الإفريقي حاجتين. أول حاجة موضوع الملعب خلال ساعات، لأن المتحدث الإعلامي بالأمس أكد اللي احنا قلناه، لم يتم حسم المكان والملعب. والحاجة التانية حكام مباراة الأهلي والزمالك ممكن يكونوا متاحين إمتى؟ بعد المعسكر اللي انطلق حاليا في إحدى دول غرب إفريقيا هنعرف من خلالهم مين الحكم الأقرب والمرشح. ولكن القائمة الـ15 حكم بكرة بإذن الله هقول لكم الـ15 حكم، من بينهم بالطبع حكم مصري وهو الكابتن أمين عمر، وأكيد مش هو اللي هيدير مباراة القمة يعني. ولكن هنحاول قدر الإمكان نعرف لكم الحكام المرشحة لإدارة السوبر الإفريقي ما بين الأهلي والزمالك قبل موعد المباراة بفترة كبيرة، وهقول لكم قائمة الحكام بكرة بإذن الله. عموما دي كانت أبرز التفاصيل اللي معانا بشأن الأخبار المتعلقة بالاتحاد الإفريقي. تعالوا بقى نرجع ونشوف كيف يستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت. أكيد مباراة صعبة جدا، وزي ما قلت في بداية الحلقة التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة كتيرة، لكن دلوقتي معانا زميلنا محمد توفيق من مقر إقامة فريق النادي الأهلي عشان نطمئن من خلاله على آخر الأخبار والمستجدات قبل التحرك إلى ملعب المباراة. توفيق مساء الفل، والجديد عندك بشان الاستعداد لهذه المباراة والأجواء اللي عندك في معسكر الفريق. مساء الخير محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي متابعي قناة النادي في كل مكان. كالعادة نتكلم على الاستعداد، مباراة مهمة جدا أمام مودرن سبورت، يعني بالطبع بيصعب من كل المباريات يا محمد في هذه الفترة، ضغط المباريات توالي المباريات مفيش فرق ما بين المباراة والتانية، ولكن طبعا الجهاز الفني لاعبي النادي الأهلي على قدر المسؤولية، خلاص اعتادوا على مثل هذه الظروف. يمكن شايفين الحمد لله سلسلة من الانتصارات المتوالية إن شاء الله تكتمل النهاردة أمام فريق قوي أمام فريق محترم، إن شاء الله يكون الفوز من حليف النادي الأهلي. يمكن على طول يا محمد الاستعداد زي ما تابعت في خلال الأيام الماضية، الفريق اتدرب على طول بعد ماتش بيراميدز يوم السبت، خد راحة لحد اتمرن امبارح. يمكن تمرين امبارح كان تمرين قوي جدا محمد، شارك فيه جميع اللاعبين بعد طبعا المجموعه الاساسيه لعبت مباراه بيراميدز، كان بس اكتفت بتدريب استشفائي يوم السبت، لكن امبارح كل الفريق اتدرب بشكل كامل. طبعا التدريب ابتدى في الاول بمحاضره فنيه لمستر مارسيل كولر اتكلم فيها مع اللاعبين عن هذه المباراه وابرز نقاط القوه والضعف في منافس اليوم فريق مودرن سبورت، كمان اتكلم عن بعض المهام اللي كل لاعب هيتكلم بيها خلال سير المباراه. كمان كان في تدريب بدني قوي جدا شارك فيه جميع اللاعبين، بعض الجمل الفنيه سواء دفاعيه او هجوميه كمان كان في تركيز تام عليها امبارح في التدريب. اختتم التدريب كمان امبارح يا محمد بتقسيمه مصغره شارك فيها 4 فرق من اللاعبين، دي كانت اخر فقرات المران. بعد كده على طول مستر مارسيل كولر اختار قائمه من 21 لاعب دخلوا هنا في معسكر مغلق منذ ليله الامس. الفريق اول ما وصل على طول تناول وجبه العشاء، كان في اجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين كعاده فريق النادي الاهلي ليله كل مباراه. النهارده كمان الفريق بدا يومه مبكرا يا محمد الساعه 11 الصبح كان تناول وجبه الافطار، التمرين او التمرين الصغيره الخفيفه اللي بتقف في فندق الاقامه اللي اعتدنا عليها مع مستر مارسيل كولر كانت الساعه 12. حالا دلوقتي وانا معاك لسه اللاعبين يعني منتهيين من تناول وجبه الغداء. قائمه الفريق بالطبع محمد يعني النهارده بيزينها عوده محمود عبد المنعم كهربا راس حرب الفريق، وكمان بيرسي تاو العائد بعد غياب بسبب الاصابه، طبعا بيغيب عن مباراه اليوم عمرو السوليه زي ما الدكتور احمد ابو عبلك زي ما الدكتور احمد جاب الله اتكلم في اخر مران وقال ان عنده شد من الدرجه الثانيه في عضله السمانه. كمان احمد عبد القادر اللي اصيب بجزع في الرباط الخارجي للركبه، وعمر كمان عبد الواحد اللي شارك في تدريبات الامس ولكن اكتفى بس محمد بعض التدريبات الاستشفائيه والتاهيليه في الجيم، وان شاء الله يكون موجود في التدريبات الجماعيه بعد مباراه يعني مودرن سبورت اليوم.
كل الاجواء هنا رائعه محمد، كعاده معسكرات النادي الاهلي الكل مركز، الكل عنده هدف واحد وهو تحقيق الفوز، خاصه زي ما اعتدنا على طول محمد مباراه مودرن سبورت والنادي الاهلي دايما بتبقى مباراه قويه. 4 مباريات من قبل كان التعادل في 3 مباريات والفوز في مباراه واحده للنادي الاهلي، ان شاء الله النهارده يكون الفوز الثاني. 3 نقاط غاليه استكمال سلسله الثلاث المتواليه، وان شاء الله خطوه جديده نحو قمه الدوري العام والحفاظ على اللقب العام الثاني على التوالي وال44 في تاريخ النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. طيب برنامج الفريق توفيق، يعني النهارده برنامج الفريق بدا امتى؟ التحرك للاستاد هيكون امتى بالظبط؟ تكلمتني ان من شويه كان الغداء المحاضره، هل النهارده كانت في محاضره صباحا وفي محاضره ثانيه قبل التحرك؟ ويعني هل في امكانيه ان شاء الله للحاق عمر كمال بمباراه الكاس او مباراه بيراميدز، ولا الجهاز الطبي مدي مساحه وقت اكتر لراحه عمر كمال عبد الواحد؟ واحمد عبد القادر كمان لو هسالك عليه. يعني محمد يعني زي ما قلت لك احمد عبد القادر، يعني الاشعه اثبتت اصابته بجزء في الرباط الخارجي للركبه، لسه يعني لمده غيابه لم تتحدد، ولكن طبعا شغال في تدريباته العلاجيه والتاهيليه مع دكتور احمد جاب الله والجهاز المعاون. يعني عمر كمال عبد الواحد كمان زي ما انت عارف احمد كانت نازله معويه داخل على اسرار المستشفى، ولكن الحمد لله خرج بالسلامه. يمكن كمان زي ما قلت لك كان موجود في التدريبات بالامس، ولكن بس شارك في بعض التدريبات في الجيم تاهيليه وعلاجيه. ان شاء الله من بكره او سواء مستر مارسيل كولر قرر ان في تدريب بكره او بعد غد هيكون موجود في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا. مشاركته بقى في مباراه من عدمها دي ترجع طبعا لمستر مارسيل كولر وجاهزيته الفنيه ووجهه نظره طبعا في اشراكه من عدمه. النهارده محمد زي ما قلت لك يمكن اللاعبين من لحظات قليله يعني انتهوا من تناول وجبه الغداء، ان شاء الله كمان هيبقى الساعة 6 وربع هيكون في محاضرة، من بعدها إن شاء الله هيبقى التحرك لاستاد القاهرة، طبعا يعني المباراة إن شاء الله المقرر ليها 9 مساء، النهارده بالطبع كمان يا محمد المباراة هي مباراة مودرن سبورت اللي لبسه المعتاد زي ما احنا عارفين اللون الأحمر بالكامل، فإن شاء الله النهارده النادي الأهلي هيظهر بالزي البديل الأسود بالكامل، لأنها طبعا مباراة مودرن سبورت المباراة المؤجلة من الجولة 17، زي ما قلت لك حالة من التركيز الكبيرة جدا، اللاعبين على طول في حالة ترابط يا محمد، يمكن ما بيبقاش في محاضرة يوم المباراة الصبح في فندق الإقامة، بس بيبقى فيه زي ما قلت لك وجبة الفطار بتبقى أول حاجه، بعد كده بقى فيه تمرين خفيف دايما مستر مارسيل كولر عود اللاعبين عليه، عشان طبعا ما بقاش في فتره الراحه اللي خلد لها اللاعبين كبيره جدا ما بين اخر تدريبه قبل المباراه بيوم وقبل على طول الاحماء وبدء المباراه، فبكون في تدريبه صباحا. المحاضره بتبقى على طول او قبل التحرك يا محمد على طول بنص ساعه، بقى فيه محاضره من الجهاز الفني مع اللاعبين اللي بيضع فيها كل الخطوط العريضه، بيعلن فيها تشكيل المباراه وابرز التكليفات للاعبين خلال سير المباراه. لكن كعاده النادي الاهلي محمد اللاعبين الكبار بيقعدوا مع بعض ليله المباراه، بقى فيه كلام بيحفزوا بعض، بيتكلموا في كل الامور الفنيه وكمان الامور يعني زي ما بنقول التحفيزيه، طبعا بيبقى موجود على طول دكتور احمد ابو الوفا الاخصائي النفسي مع فريق النادي الاهلي لو في اي لعيب حابب يتكلم معاه ويتكلم بشكل جماعي او فردي، كلها محمد حاجات رولز كده ثابته في فريق النادي الاهلي ليله المباراه. طبعا كنت بتطلع معسكرات كتيره وعارف الرولز اللي بيمشي عليها النادي الاهلي، دايما مركزين بغض النظر عن المنافس، انت مركز هدفك واحد بس هو ال3 نقاط، وانك تخطو خطوه بعد خطوه وتوصل للهدف الكبير وهو البطوله باذن الله رب العالمين. هو امام عاشور عامل نيولوك كده جديد على طريقه بيرسي تاو على فكره، عارف انت الطريقه الافريقيه كده، في نيولوك جديد بالطبع محمد. يمكن طبعا لاعيبه النادي الاهلي انت شايف يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديمها نعم علينا يا رب، حاله من الانتصارات المتواليه امام على طول، انت عارف لعيبه الكوره دايما بيبقوا يعني مثل اعلى الكل في كل العالم، دايما تلاقي التقلعات دايما بتبتدي من نجوم الكوره، يمكن كان زمان بيبقى الفنانين شويه لكن دلوقتي خلاص على مستوى العالم، زي ما تابعنا كمان بطوله الامم الاوروبيه كان في اكتر من لاعب عامل يعني تسريحات جديده كالعاده. طبعا في مصر امام واحد من نجوم الكره المصريه، واحد من ابرز لاعبي الدوري المصري ومنتخب مصر، اعتقد ان الحاجات دي بتشد الجماهير والجماهير بتحبها جدا، خاصه لما يكون لعيب كبير جدا زي امام فنيا في الملعب وكمان سلوكيا حاجه جميله جدا. طبعا بتبقى زي ما بقول لك كسر الملل، مباريات ورا بعض على طول، معسكرات، فاعتقد يعني امام من النجوم اللي ناس كتير قوي بتحب تشوفها وتحب تقلدها، فطبعا بالتوفيق وان شاء الله يكون النيولوك كمان وش الخير عليه النهارده وباذن الله يتالق وباذن الله يحرز والنادي الاهلي يحقق الفوز، وده الاهم في البدايه والنهايه محمد باذن الله. باذن الله زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق، نتمنى التوفيق رب للنادي الاهلي، وشكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات. لسه عندنا تفاصيل اكتر ولكن نخرج الى فاصل ثم نواصل. Thank you.
اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند، واللي اكيد هنبدا نشوف اللي كتب في السوشيال ميديا على النادي الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من حساب اخبار الدوري المصري في سبورت 360، تاريخ مواجهات الاهلي ومودرن سبورت في كل البطولات. النادي الاهلي كسب مباراتين وتعادل ثلاث لقاءات. قدامنا طبعا المباريات، الحمد لله الاهلي لم يخسر من مودرن سبورت في خمس مباريات اقيمت منذ صعود هذا الفريق للدوري الممتاز. الاهلي كسب في مباراه 4-2، تعادل سلبيا 0-0، تعادل ايجابيا 1-1، فاز 4-0، واخر لقاء كان تعادل ايجابي 1-1. ان شاء الله تستمر سلسله اللا هزيمه. حساب اليوم السابع قبل مواجهه مودرن سبورت، وسام ابو علي يعتلي صداره هداف الاهلي في الدوري. وسام ابو علي بنتكلم على 10 اهداف في الدوري، يليه امام عاشور 6، كهربا وبيرستاو 5، حسين الشحات ورضا سليم 4 اهداف. اذا وسام في 12 مباراه 10 اهداف. طيب تشكيل الاهلي المتوقع النهارده طبقا لرؤيه موقع كوره بلس، بيقولوا ان الشناوي هيبدا في حراسه المرمى، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد عبد الفتاح في مركز الدفاع، وبالتالي مفيش تعديل في حراسه المرمى والدفاع. وسط الارتكاز نفس الثلاثي، امام عاشور، مروان عطيه، اكرم توفيق، وفي الهجوم حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام ابو علي. اذا كوره بلس شايفه ان الاهلي في تشكيله مباراه بيراميدز هتتقرر النهارده في مباراه مودرن سبورت، مفيش تعديلات على التشكيله. اليوم السابع بيقولوا ارقام كولر مع الاهلي قبل مواجهه مودرن سبورت. كولر مع الاهلي لعب او ادار 110 مباراه، كسب 78، اتعادل 22، خسر 10 مباريات، سجل 212، استقبل 73، كلين شيت 63 مباراه، لم يدخل الاهلي في مرمى اي هدف. الالقاب حقق مع الاهلي 3 سوبر مصري، 2 كاس مصر، 2 دوري الابطال، بطوله دوري، وبرونزيه كاس عالم للانديه في المملكه العربيه السعوديه. طب الوطن الرياضي النهارده بيتكلم على لعيب كان ممكن الاهلي يتعاقد معاه، هو حاليا بيلعب في فنار بخشة التركي، هو اللاعب عمر فايد اللي كان بيلعب في المقاولين العرب. بيقولوا ايه؟ ان مورينيو يقرب الاهلي من التعاقد مع لاعب مفاجاه بسبب كاس العالم. الفكره في حد ذاتها ان عمر فايد مدافع فنار بخشة التركي حاليا معار لنادي نوفوز بازار الصربي نتيجه تولي مورينيو فريق فنار بخشة التركي، فبالتالي استمرار عمر فايد صعب جدا، واعارته للدوري الصربي ممكن تفتح خط تفاوض ان الاهلي يضم اللاعب في الايام اللي جايه. عموما هي عباره عن توقعات واجتهادات، ولكن مفيش اي معلومه رسميه. طيب حساب كره بلس بيقولوا مده غياب عمرو السوليه عن مباريات الاهلي المقبله. مصدر بالاهلي قال ان عمرو السوليه هيغيب عن الاهلي حوالي شهر على الاقل بسبب اصابته بشد من الدرجه الثانيه في عضله السمانه. شهر ده يعني احنا بنتكلم على ان الدوري بالنسبه لعمرو السوليه انتهى، مش هيرجع الا بعد نهايه الدوري، نتمنى تكون المده اقل من كده. حساب في الجول النهارده بيتكلم على ان الاهلي وافق على اعاره كريستو الى الصفاقسي لمده موسم مجانا بشرط ان يتحمل النادي التونسي راتب اللاعب. ده خبر في الجول. تعال نشوف في يلا كوره قالوا ايه، لان الخبر هنا عكس خبر في الجول. رغبه اللاعب حسمت الموقف. مصدر ليلا كوره، كريستو انتقل للصفاقسي اعاره بنيه الشراء، ولكن في الجول قالوا انتقال مجاني. في يلا كوره قالوا اعاره موسم مقابل 300,000 دولار مع وجود احقيه بند الشراء بمليون دولار، وبالتالي الحقيقه الكامله لسه النادي الاهلي هيعلنها بشكل رسمي وقت ما يكون فيه قرار رسمي. تعالوا للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم لنتيجه مباراه اليوم ومين ممكن يسجل الاهداف. فاروق بيقول مساء الخير، اتوقع ان الاهلي هيقدم مباراه كبيره 0-2 للاهلي وهيسجل اهداف وسام وامام، اهلاوي وافتخر. ده اول تعليق معايا فاروق، 2-0. محمد بيقول نكسب 2-0 باذن الله. طيب نشوف خالد بيقول ان شاء الله بالثلاثه، وسام والشحات نجوم المباراه، يعني 2-2، وهنا خالد بيقول 3. ابراهيم بيقول مساء الخير والسعاده، المباراه مش سهله الا اذا لاعبي الاهلي دخلوا المباراه بالجديه الكامله، وان شاء الله الفوز للاهلي بفارق هدفين. بالتوفيق للنادي الاهلي عملاق افريقيا نادي القرن الماضي والحالي والقرن القادم ان شاء الله اعظم نادي في الكون. اخر تعليق معايا حسني بيقول المهم الجمهور يكون حاضر في الاستاد ضروري في كل مباراه باقيه من الدوري، الجمهور صاحب الفوز الاوحد، كل التحيه والتقدير والاحترام لجمهور اعظم نادي في الكون، جمهوره ده حماه فعلا. ناس متفائله، في جرعه تفاؤل كبيره جدا في انتصار
الأهلي في مباراة اليوم. نتمنى يا رب النادي الأهلي يكون موفق في الفوز اليوم على مودرن سبورت. ما بيهمناش في النهاية إلا 3 نقاط عشان الصدارة والمنافسة حتى المراحل الأخيرة. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.